خالص يبقى هم اللي عايشين في الوهم مش انا اللي عايش في الوهم. في مشكله ان خالد يوسف يعمل فيلم عن قصه نجاح عن حاجه منوره في مصر؟ هو انا عملت افلام يعني ليه معتقد ان انا انا بتكلم في المرحله اللي جايه بعد مداء حلاوه افلام العشوائيات. اولا بص افلام العشوائيات انا لم اصنع فيلما على العشوائيات غير فيلم واحد اسمه حين ميسره، ولكنهم شافوا ان افلامي كلها على العشوائيات ما اعرفش ليه، يعني بيتكلموا على دكان شحاته اللي كان بيدور في حي المعادي. صحيح طبقه اللي كنت بتحدث عنهم كانوا الناس اللي هم الجناينيه او الجناين بتاع الفيلا، ما كانش عشوائيات خالص وقالوا ان ده فيلم عن العشوائيات. كلمني شكرا كان في حي شعبي عادي جدا قالوا برضو ان هو عن العشوائيات. فكلمه عشوائيات دي انا ما عملتش 10 افلام عن العشوائيات، انا عملت فيلم واحد حين ميسره عن العشوائيات. ولكن انا عايز اقول لك ان انا ببقى سعيد عندما اتحدث بصدق عن هموم البسطاء. فكره ان انا اعمل فيلم مختلف ما عنديش مشكله ان انا اعمل انماط اخرى من الافلام، لكن انا ببقى سعيد اكتر لما ببقى ملتصق بالمواطن اللي انا منتمي ليه، بعبر عن همومه، بعبر عن القهر اللي بيتعرض ليه، بعبر عن الظلم اللي بيتعرض ليه. قلت ان الداخليه بتطلب مشاهده افلامك؟ لا مش الداخليه بس، المؤسسات كثيره في الدوله سياديه وامنيه بتطلب سيناريوهاتي بشكل خاص وبتطلب افلامي تشوفها بشكل خاص. ليه المعامله الخاصه دي؟ ما اعرفش، يعني هم يسالوا. يعني فيلم دكان شحاته ما كانش فيه اي حاجه تمس اي هيئه سياسيه ولا سياديه، لكنه عرض على اكثر من جهه سيادية. يمكن عشان ميولك انت الشخصيه السياسيه؟ وارد، وارد يكون ده بيلقي بظلاله على افلامي وبيخليهم عايزين يشوفوا انا عايز اقول ايه المره دي. بس انا يعني حتى هذه اللحظه لم يحذف لي كدر من اي جهه من هذه الجهات، ولو كان الامر يقتصر على فكره مشاهدتهم للفيلم قبل الناس ده انا مستعد ادفعه، ما عنديش مشكله فيه. يعني ما يعني هذه ضريبه بسيطه جدا. يعني مقتنع بمصطلح السينما النظيفه على الاطلاق خالص؟ لا مش مقتنع. يعني ما ده مصطلحات، ما انا قلت قبل كده ولسه قايل ان المصطلحات دي ظهرت ليه، هي ظهرت ليه. احنا كان عندنا سينما ما كانش فيه طول عمرنا لغايه فتره التسعينات ما كانش في حاجه اسمها سينما نظيفه وسينما غير نظيفه، كنا بنقدم التيمه بشكل واقعي. لما تبقى في تيمه حب بتلاقي فيه لمسه من البطل بيلمس البطله او بيبصها او بيحضنها، ما كانش حد بيقول على طول هذه سينما غير نظيفه اقدموا هذا الفيلم، ما كانش ده بيحصل. كانت الناس بتتكلم عن قيمه الفيلم، عن اللي بيقدموا الفيلم من قيم، من تكريسه لمنظومه قيم ما، من قيمته الفنيه، من كدراته، من الى اخره. لكن دلوقتي احنا بنتكلم بنحصر الفيلم على مقاييس اخلاقيه، وانا بتصور ان ده يدمر الفنون. لانك لو طبقت مقياس اخلاقي حاد على الفنون ممكن تلاقي ان احنا لازم ان احنا ما نعملش سينما، ما نعملش فن تشكيلي. هل يشعر خالد يوسف بالندم على موقفه من الفنانات المحجبات؟ على الاطلاق انا ما زلت اقول ان الفنانات المحجبات عليهم ان يعملوا يعني 99 مهنه من لو في 100 مهنه في الحياه، في 99 مهنه يستطيعوا ان هم يمتهنوهم الا التمثيل. وليه بتحتكر الراي وبتقصيهم من مجال هم بيحبوه؟ انا لا اقصيهم يا تامر، انا ده رايي ان الفنانات المحجبات عندما يقفوا امام الشاشه هم يكسروا الحاجز او يكسروا الايهام اللي قايم عليه الفن السينما. بنقعد في شاشه قدام شاشه عرض في صاله مغلقه ومطفيه انوارها ونعتقد ان الشاشه اللي قدامنا دي بتعبر عن الحياه، لدرجه انك لو مات البطل او البطله بتعيط. طب بتعيط ليه؟ انت عارف انه تمثيل، انت بتنسى انه تمثيل. فالفنانه المحجبه اللي قدامي على الشاشه طول عمري بقول انها طول الوقت بتفكر المشاهد ان احنا في تمثيليه، ان احنا بنعمل تمثيليه، ان المشهد الفلاني اللي المفروض هي تبقى قاعده فيه مع جوزها مثلا مش محجبه، هي لازم تبقى محجبه لان دي فلانه اللي ما ينفعش تقلع الحجاب، فبتكسر لي هذا الايهام فبتبوظ لي الفن اللي انا بعمله. مش قصدي ده مش موقف ضد الحجاب على الاطلاق، انا يعني انا ما عنديش موقف ضد الحجاب، ولكن انا بقول المهنه دي المحجبات ما ينفعش يشتغلوا فيها. لكن عندهم مليون شغلانه ثانيه ممكن يشتغلوا. وده مش موقف لا ضد المحجبات ولا ضد الحجاب يعني. خالد يوسف يعترف انه لم يكن له المشاركه في انتخابات النقابه؟ لا على الاطلاق، انا كده بريء من دم النقابه. تقدمت في لحظه اعتقدت ان انا فيها عندي قدره ما لخدمه زملائي، وهم قالوا لي لا شكرا، احنا نثق في ان فلان الفلاني ده يقدر يخدمنا اكتر. فانا قلت لهم ميرسي واحترمت رغبتهم، ولان انا راجل ديمقراطي بؤمن بالراي والراي الاخر.
لكن انا عملت ما عليا عشان ما اجيش انا في لحظه من اللحظات احس ان انا قدام مصلحتي الشخصيه، لان انا انت عارف ان انا لو كسبت نقيب انا هنضر على المستوى الشخصي والمستوى المهني هياخد من وقت كتير، وبالتالي انا ما حبيتش اكون متخاذل في لحظه ما انا كنت جاهز فيها ان انا اخدم، ان انا يعني اخلي مصلحتي الشخصيه تغلب المصلحه العامه. في ناس شمتوا في خالد بعد الهزيمه؟ انا الاطلاق، انا يعني قبل وبعد النقابة هم نفس الناس، ويعني وحتى اللي ما كانش واقف معايا ما كانش في بيني وبينه أي حساسيات من أي نوع، يعني إن أنا راجل بجد ديمقراطي وراجل بؤمن بالديمقراطية بجد مش كلام ادعاء. يعني ليه المخرج الكبير بدرخان وصف أفلامك بالمبالغة وقال إنك لم تتعلم الكثير من شاهين؟ هو رأيه وهو حر فيه، يعني انا قلت لك انا عمري ما ادخل مع حد يقول رايي في افلامي من حيث المستوى الفني اقول له لا انت غلطان. بس هو بيقول دلوقتي رايه فيك مش في افلامك. لا هو بيقول رايه في افلامي. لم تتعلم كثيرا من شاهين. طيب ما ده بيتكلم على افلامي، ما اقدرش انا اقول له لو بفرض هو قال الكلام ده ما اقدرش اجي اقول لا والله انا اتعلمت من يوسف شاهين اكتر منك، فهو يقول لي لا انا اتعلمت اكتر منك، طب مين اللي هيحسب؟ تمام. فدي رؤيه كلها، دي وجهات نظر. قلت ان حزب الله بيقاوم بالسلاح وانا بقاوم بافلام. ما قلتش التصريح ده بالذات يعني، لكن هم خدوا من تصريحاتي ما يعني كده. قلت طبعا حزب الله ما اقدرش اقول ان هو بيقاوم، يعني من ينكر على حزب الله؟ اختلفت معاه في قضيه التجسس الاخيره، اختلف معاه براحتك وانا اختلف معاه براحتي، وانا اقول ده تعدي على السياده المصريه، لكن ده لا ينكر ابدا حق ان حزب الله قاوم إسرائيل بالسلاح وانتصر عليها وحرر جنوب لبنان. بس حزب الله ده بيمثل التيار الديني في لبنان. طول عمري بقول أنا مختلف مع التيار الديني، ومختلف مع حتى الطرح مثلا حركة حماس، أنا مختلف مع طرحها أن تكون قضية فلسطين قضية إسلامية، هي قضية عربية، لأن إسلامية أنا من أيام الجامعة وكنا بنقول فلسطين عربية، فالتيار الإسلامي يكتب فلسطين إسلامية، فإحنا كنا دايما ضد كلمة فلسطين إسلامية لسبب واحد ووحيد، أن هذه القضية تدخلنا في خلافات محدش يقدر يحسمها. اليهود يقولوا إحنا أصحاب الدين الأصلي، والمسيحيين يقولوا هم لا هم إحنا اللي جينا بعدهم، والمسلمين يقولوا لا البلد دي بتاعتنا، من يحسم هذه المسألة؟ لكن عندما تصف إن قضية فلسطين قضية عربية، أرض عربية اغتصبت كان عليها اليهود والمسلمين والمسيحيين سواء بسواء، هنا أنت بتتكلم على قضية عادلة يفهمها العالم كله. فعشان كده أنا مش مع الطرح الإسلامي، ولكن المرابطين على أبواب القدس سواء من حركة حماس أو من حزب الله لابد أن أنا أرفع عليهم القبعة حتى لو اختلفت معهم في المنهج. في صمت ليه؟ شكلك انت جاي. ازيك خالد؟ ازيك؟ كل سنه وانت طيب. طيب نورنا حبيبي، ربنا يخليك. زي ما انت برضه؟ زي ما انت. ماشي، خلص الحوار. تمام. عندك حاجه واقفه هنا عايز تقولها؟ خالص خالص خالص. طيب انا عندي اعتراف متخيل ان انت ممكن تقوله على لسانك، قول لي مظبوط او لا مش مظبوط او بلا تعليق. تمام. خالد يوسف نفسي يجي يوم أربي دقني بجد. لا عمري ما هيبقى نفسي يجي يوم أربي دقني بجد. شرفتنا. خلاص معاك. أنا أبحث عن جوهر الدين ولا أبحث عن مظهر. خلاص.